يعني ساعتين. لا بس اسمعني، أنا اتفقت معاكم المناظرة المسيحية منفصلة عن الإسلامي. لا ليس كذلك. نحن لا أنا اتفقت، أنا اتفقت لك هذا الأمر والحوار مسجل. إذا لابد نرجع إلى بنزول. أنا هكذا أبلغني ويبي إنه أخذ رسالة منكم ومنك ومن الأستاذ صالحين إنه ساعة إلي في الموضوع الإسلامي وساعة لكم في الموضوع الإسلامي، ثم ساعة إلي في الموضوع المسيحي وساعة لكم في الموضوع المسيحي. هذا كان الاتفاق يا أستاذ أحمد. كيف نأتي إلى العام وتبدلون الكلام؟ هذا أمر مرفوض. أوكي أستاذ صالحين. أوكي أستاذ صالحين. Ustaz Wahid mungkin dijelaskan dulu ke Hussein satu ya. Jamnya tadi biar dia paham. Hussein, haikun al-hiwar anil masihiin faqad. Sorry, anil Qur'an wal al-Fatiha, surat al-Fatiha. Haikun sa'a min indak wa sa'a min Ustaz Salihin. Jayid, jayid jiddan. Jika aradtum munadara masihiya, min al-mumkin anu nisawiha gadan atau ghair waqt atau ba'd hadhi al-munadara. Jika tuhukum, jika ma ta'abtu. صحيح. أوكي تمام. نعم. فأول البداية يا أخوتي، نحن عندما نقول إنه القرآن ليس من عند الله بل هو من تأليف إنسان، نحن نملك الأدلة على ذلك. فمثلا الصحابة أنفسهم هم كانوا يقولون ذلك ويعرفونه. مثلا عبد الله بن عباس يقول إذا خفي عليكم شيء من القرآن، يعني إذا ضاع شيء من القرآن فاتبعوه من الشعر، قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساقل. يعني ابن عباس يقول إذا ضاع جزء من القرآن عليكم أيها الصحابة فكملوه في الشعر. هذا إثبات قاطع إن القرآن من تأليف بشر ومن تأليف الصحابة، وهم الذين كانوا يزيدون عليه وينقصون. هذا في ابن حجر العسقلاني في فتح الباري حديث جزء 13 صفحة 437 خلاصة حكم المحدث إسناده حسن. فالحديث حسن يثبت لنا إن القرآن من تأليف بشر وكانوا يزيدون عليه من الشعر إذا ضاعت آياته. هنا لدينا نريد أن نثبت أصل القرآن، كيف أخذت الاقتباسات القرآن، كيف اقتبس. فمثلا عندنا نبي الإسلام محمد كان يأمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية والسريانية ليترجم منها التوراة والإنجيل. فحديث عن زيد بن ثابت قال قال لي رسول الله إنه يأتيني كتب من ناس لا أحب أن يقرأها أحد، فهل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية والسريانية؟ قال فقلت نعم فتعلمتها. هذا في طبقات ابن سعد الجزء الثاني وصفحة 115 وكنز العمال المتقي الهندي جزء 16 صفحة 9، وعن ابن ساكر وابن أبي داود في المصاحف السجستاني، والمصادر كلها معروضة لا أريد أن أقرأ أطيل فيها. فهذا دليل أنه نبي الإسلام كانت تأتي كتب من السريانية والعبرانية لهذه قصص القرآن، فلم يكن يجيد الكتابة بهذه اللغة، فجعل زيد يتعلمها كي يترجم لها. وكذلك قال الترمذي وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله أن أتعلم السريانية، الجامع الصحيح للترمذي جزء الخامس صفحة 68. وقال ابن الأثير إنه كتب يقول إنه كانت ترد رسول الله كتب بالسريانية فأمر زيدا فتعلمها في أسد الغابة لمعرفة الصحابة جزء الثاني صفحة 222 وفي القاموس الرجال وأيضا في كل هذه المصادر أمامكم إنه كانت تأتي لنبي الإسلام كتب بالسريانية. كذلك محمد يأمر زيد كي يترجم القصص من التوراة والإنجيل. هناك فهمنا إن محمد كان يأمر زيد ليتعلم كي يترجم الكتب التي تأتي، الآن يأمره أن يتعلم التوراة والإنجيل، أليست هي مطرفة؟ لماذا محمد يريد أن يتعلمها؟ فقد روى الترمذي عن زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله أن أتعلم كتاب يهود، قال ما آمن يهود على كتاب؟ قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته، قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليه، وإذا كتبوا إلي قرأت لهم كتابهم. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح والجامع من قرطبة. وأيضا في حديث آخر وفي نص آخر سلايد 2 من المقدمة يا براذر سلايد 2، وفي نص آخر لما قدم رسول الله إلى المدينة قال لي تعلم كتاب اليهود فإني والله ما آمن يهود على كتاب فتعلمته. وأيضا طبقات ابن سعد والمصدر أمامكم. أيضا
وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم قال زيد بن ثابت يتعلم من مدارس ماسكة فتعلم كتابهم حتى كان يعلم ما حرفوا وما بدلوا في كنز العمال جزء 16 صفحة 89. يعني كان يتعلم في مدارس ماسكة اللي هي مدارس اليهود اللي كانوا يتعلمون فيها، فتعلم ما بدلوا وما حرفوا، يعني كان يتعلم التوراة والإنجيل. ماذا يصنع محمد بتعلم التوراة والإنجيل؟ لماذا كان يفعل هذا الأمر؟ هذه الدلائل القاطعة، وإليكم السلايدات وكل الأدلة تظهر أن محمد كان يتعلم ويأمر زيد أن يتعلم السريانية. وأيضا سلايد آخر عندي هنا إثبات أن القرآن من تأليف بشر، إليكم الدليل. الدليل هذا يقول عن أنس إن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن قال وكان رجلا منا من بني عدي بن النجار، يعني بني النجار كانوا نصارى في يثرب، أحد عمومتي ومات ولم يدعى عقبا ونحن ورثناه. هذا اللي جمع القرآن الحديث أسامة ثمامة بن عبد الله بن أنس المحدث ابن حجر العسقلاني فتح الباري جزء الثامن صفحة 669 خلاصة حكم المحدث صحيح، وأيضا إسناده على شرط البخاري. وعن أنس إن رجلا كان يكتب للنبي وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، هذا نفسه أبا زيد ابن السكن اللي هو نصراني، وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا يعني عظم، فكان رسول الله يملي غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، فيقول له النبي اكتب كذا وكذا فيقول اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما فيكتب سميعا بصيرا فيقول اكتب كيف شئت اكتب كيف شئت. قال فارتد ذلك عن الإسلام فلحق بالمشركين وقال أنا أعلمكم محمد وإني كنت لا أكتب إلا ما شئت، فمات ذلك الرجل فقال النبي إلى آخره. هذا في البداية في مصدر البداية والنهاية لابن كثير جزء الثالث صفحة 179. كان رجلا نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه إلى آخره، يعني قتله المسلمين. أنس بن مالك المحدث البخاري صحيح البخاري حديث 3611 خلاصة حكم المحدث الصحيح أخرجه البخاري ولفظ به مسلم حديث 2781. كان منا رجل من بني النجار هو نصراني قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للرسول الله إنه فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، يعني رجع نصراني، قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به، فما لبث أن قسم الله عنقه، يعني قطع رأسه المسلمين. الراوي أنس بن مالك المحدث مسلم صحيح مسلم حديث 2781 خلاص حكم المحدث الصحيح. فهنا سؤالي لكم يا أخوتي يا أحبائي، يعني كيف إذا كان القرآن كتاب من عند الله كيف محمد يقول له اكتب ما شئت في القرآن؟ هل القرآن من تأليف محمد وتأليف زيد بن السكن أبا زيد بن السكن أم إنه من وحي الله؟ فإن كان من وحي الله كيف محمد يقول لو اكتب فيه ما شئت، يعني عادي اكتب ما تريد يا زيد بن السكن؟ فارتد ذلك الرجل وقال أنا الذي كنت أكتب لمحمد. فهذا دليل أن القرآن هو من تأليف النصارى أصلا، وهم الذين كانوا يكتبون لمحمد ويقولون هذا الأمر ويفعلون ذلك الأمر يا أستاذ صالحين. فأتمنى أن ترد لي على هذه النقطة. أوقف الوقت يا أستاذ أحمد stop the timer وقل لي إيش قد أخذت أنا من الوقت. الآن أستاذ صالحين هل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا لا أستطيع أن أعرض. دماتيكا دولو punya أستاذ صالحين. أي أستاذ صالحين ماذا تريد؟ لا أستطيع أن أعرض عرضي أنا. طيب. لا تستطيع إيش؟ خلاص هذا هو موضوعنا. من أين أتت سورة الفاتحة؟ تفضل يا أستاذ صالحين بدأ الوقت فتفضل. موضوعنا الحين هو من أين أتت سورة الفاتحة، هذا هو موضوعنا.
لا نتوسع إلى غير سورة الفاتحة. أريد أن نركز الكلام حول يعني الحوار في مخطوطات الكتب المقدسة. يمر mulai berjalan. خاصة عن سورة الفاتحة، هذا كما اتفقنا. من أين أتت سورة الفاتحة؟ لا يجيب هذا السؤال إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الذي نزلت عليه سورة الفاتحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. هذا قوله لأبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأحمد، وهو الحديث الصحيح ثابت. إذا ادعيت أن سورة الفاتحة سرقه محمد صلى الله عليه وسلم من غيره أو من كتب السريانية أو من أي مصدر، فلتأتي بإثباتات الرسمية المحققة. أريد هذا لأن كلامنا ليس أي كلام، كلامنا حول سورة الفاتحة، مخطوطات سورة الفاتحة التي نشرت عبر فيديوهاتك أن سورة الفاتحة سرقها محمد صلى الله عليه وسلم من دعاء بابا كنيسة على اللغة السريانية، وأنت نفسك لا تستطيع ولا تفهم لغة السريانية، ولكن اتهمت محمد رسولنا العظيم بالسرقة. ألا تعرف ما معنى السرقة؟ هذه جريمة كبرى على المدعي البينة، فإذا أتيت بالبينة فأنت الصادق. Okey. Ustaz Salehin, ya dimatikan dulu waktunya Ustaz Salehin. Ya, خلاص. Hussein, Ustaz Salehin طلب منك يعطي إثباتات عن سورة الفاتحة. فتفضل. شكرا لك، ابدا الوقت. أولا تسجل مولاي الوقت. Hussein waktunya dijalankan. هل بدأت الوقت أستاذ أحمد؟ نعم ابدا الوقت مولاي حسين dijalankan waktunya Pak. شكرا استاذ صالحين، انا اتفقت مع الاخوه انه مع ذلك ساتنازل لك. انا اتفقت مع الاخوه هو اصل القران وسوره الفاتحه، والاستاذ احمد كان موجود بالاتفاق واتفقت معه على المناظره اصل القران وسوره الفاتحه، فانني لا اتراجع عن الذي اطرحه. وفي بدايه الان في بدايه دخولي أثبتنا من الذي يتراجع وينقض العهد، فلا أريد أن أكمل. فالآن سؤالي لك أعيد وأكرر لك، إذا ضاع القرآن ابن عباس يقول كملوه في الشعر، لماذا لا تجيب على السؤال؟ محمد يقول لزيد بن السكن اكتب ما شئت في القرآن، إذا كان القرآن من الله كيف يكتب فيه ما شاء؟ هل القرآن من تأليف محمد أم من تأليف الله؟ السؤال الثالث، ماذا يفعل محمد بتعلم السريانية والعبرانية؟ ولماذا يأمر زيد أن يترجم له من الإنجيل ويتعلم في مدارس ماسكة مدارس اليهود؟ ماذا يفعل محمد بهذا الأمر؟ أليس لغرض الاقتباس من هذه الكتب الذي تسميه أنت بالسرقة؟ لماذا لم تجب على هذه الأسئلة؟ أنا أريد جواب، لكن مع ذلك سأتنازل لك. برادر ويبي سلايد 5، بليز سلايد 5 برادر ويبي، مخطوطة رقم 151 العربية للكتاب المقدس في دير القديسة كاثرين في جنوب شبه جزيرة سيناء بالقرب من الجبل الذي أعطى الله للنبي موسى الوحي والوصايا العشر في مصر. في بني الدير هذا في عام 548، يعني قبل أن يولد النبي محمد، وكتبت به في ذلك الوقت هذه الكتابات المخطوطة العربية للكتاب المقدس. المخطوطة مكتوبا أيضا على كل سفر من أسفار الكتاب المقدس بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية المخطوطة بسم الله الواحد الابن وبسم الله الواحد الابن وابن والروح القدس، هذا خطأ الترجمة، له المجد دائما. نبدأ بمعونة الله تعالى، لاحظ من أين أتت الله تعالى، أخذوها من المسيحيين.
بكتابة الإنجيل الظاهر والبستان الزاهر المدعو وديداسرون وتفسير هذه اللفظ الرباعي وهو الذي جمعه تاتيان اليوناني من المبشرين الأربعة متى المصطفى ومرقس المجتبى ولوقا المرتضى ويوحنا الحبيب ونقله من السرياني إلى العربي القس أبي الفرج عبد الله الطيب. يعني هذه كلمات المرتضى والمصطفى والمجتبى التي أخذتموها لآل بيت النبي الإسلام هذه كلها أسماء يلفظها المسيحيين العرب والسريان على تلاميذ المسيح. بلايز بيكتشر برادر ويبي بيكتشر سلايد فايف بيكتشر. فهذه الصورة لرسالة روميا تظهر لا بسم الله الرحمن الرحيم على رسالة روميا. طيب هذه لم يكتبها يا أستاذ صلاح الدين. إذا قلت إن الإسلام مكمل لهذه الديانات فأقول لك هذه البسملة لم يكتبها الإنجيل ولا التوراة، كتبها قساوسة. فهل الله يقتبس ويسرق من القساوسة ويضع ويقول هذا من عند الله؟ إذا قلت لي من الإنجيل سأتنازل لك وأقول هذا مكمل. لكن إذا القساوسة كتبوا سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ويجي إله الإسلام يأخذها ويقول هذا من عند الله وهي كلام القساوسة فهذا خطأ فاضح. أتمنى أن ترد على هذه النقطة. تفضل أستاذ أحمد اغلق وقتي. Stop the timer. كم أخذت من الوقت؟ كم أخذت من الوقت أستاذ أحمد؟ أوكي. وقفت الوقت. فأستاذ صالحين فتفضل. نعم حسين. حسين. هذه المخطوطات. في جالان كان. خلاص بدأ الوقت. بدأ الوقت. تفضل. طيب حسين هذه المخطوطات المعروضة أمامنا. هل تم التحقيق عليها؟ تفضل أريد التحقيق هل هذه محططة أو لا؟ تفضل يا حسين. بإمكانك بالنسبة للبحث التحقيقي بإمكانك أن تدخل إلى الرابط لا 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 هل محقق أو لا؟ نعم هذه تدرس في لا 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 ليس تدرس هل محقق أو لا؟ هذا ليس لا ابدا ابدا لا محقق او لا اعرض علي تحقيقه استاذ احمد اذا كان محققا اعرض علي اين التحقيق استاذ احمد استاذ صالحين يطلب منك هل هذا محقق ولا لا استاذ احمد الاستاذ صالحين يتحدث ثم ينتهي وانا اتكلم بعده تفضل تفضل يا حسين استاذ صالحين يطلب منك تحقيق هل هذا فيها تحقيق رسميا ولا لا تفضل الآن لا يقاطعني تمام يا أستاذ أحمد نعم أي طيب الآن لا يقاطعني please brother Wayby slide 4 please slide 4 brother Wayby slide 4 فالآن يا أخوتي وأخواتي هذه من ضمن المخطوطات التي عثرت في القرن الثامن عشر والتاسع عشر التي من السينائية والإسكندرانية في دير القديسة كاثرين نفس المخطوطات التي عرضت في ذات الأمر فهي محققة وكذلك أين نجدها خلي نقرأ لك مخطوطة سورة الفاتحة ليس فقط هذه البسملة هي من ضمن صلوات الساعات الليثورجية جنبا إلى جنب في القداس الإلهي جزءا من العبادة العامة في الكنيسة هذه المخطوطة نجدها موجودة في دير الزعفران في جنوب شرق تركيا بالقرب من مدينة ماردين التي كانت المقر السابق لبطريركة السريان الأرثوذكس وهذا عنوان الدير عبر الانترنت سلايد 4 المحفوظ موجودا مع المخطوطات السريانية التي اعترف بحيرة انه هو الذي كتب القرآن لمحمد هذا سأرجع له في قسم المخطوطات في جامعة برمنغهام في قسم المخطوطات السريانية المعرفة ب مينغنامس 107 تتوزع اليوم مخطوطات بطريركية أنطاكيا السريانية التاريخية في عدة أماكن ماردين تركيا ومخطوطات كنيسة الأربعين شهيداً في دير الزعفران مخطوطة ماردين عددها 1400 مخطوطة وأيضاً هذا اسم المخطوط اللي موجود فصورة الفاتحة من ضمن مخطوطات البطريركية السريانية موجودة في دير الزعفران في تركيا وأجري عليها بحث وهذا الموقع وهذه الصورة picture please
Picture slide 4 brother Wavy صور picture slide 4 في هذه هذه المخطوطه موجوده في جامعه برمنغهام معرفه بالمخطوطات السريانيه رقم 107 فهذه في مخطوطه في هذا الامر ويعود كتابتها الى القديس بار صليبي الذي اخذها واكد وكتب قال انها تعود الى قبل الاسلام اسم المخطوط مينغهام ميس 107 من ضمن المخطوطات في برمنغهام وتم التحقق منها فالآن إذا يحب يعقب على كلامي وهذا الموقع الذي يثبت التحقيق أنا واضعة أيضا تحب ادخل وأقرأ إذا كنت أنت لا تعرف هذه الأمور فهذه ليست مشكلتي أنا أنهيت تفضل رد علي وسأتكلم في المداخلة القادمة طيب أين التحقيق يا حسين أنا أريد التحقيق أنت تقرأ فقط ولكن ليس التحقيق التحقيق ليس مثل هذا وكذلك هذه المخطوطة ليس مخطوطة سورة الفاتحة لو ترجم إلى العربية كذلك ترجمتها ليست ترجمة سورة الفاتحة هل أنت تقرأ هذه المخطوطات؟ تفضل يا حسين هل أنت تقرأ هذه المخطوطات؟ فتفضل أنا أعرف تقرأ هذه المخطوطات هذا أول لحظة لا تقاطعني هل تقدر أن تقرأ هذه المخطوطات؟ حتى تدعي وتتهم محمدا سرقت سورة الفاتحة من هذه المخطوطات تقدر أو لا إذا قدرت اقرأ وترجم إلى اللغة العربية الصحيحة الرسمية اقرأ لا تكذب نعم اقرأ يا حسين فضل إذا ما تستطيع أن تقرأ فمعنى ذلك أنت كذاب نعم الشتم اسلوب الضعفاء الشتم اسلوب الضعفاء استاذ احمد انا اطلب منه الاعتذار انت قلت اللي يشتم لا يجوز هو شتمني وهذا اسلوب الضعفاء هذه هزيمه لكم نعم انا ماني سامع لماذا لا تسمع هو شتمني ما سمعت شتمني وقف الوقت وقتنا ديبرنتيكان دولو اي حسين ايش قلت لي ألم تسمع أنه شتمني؟ ألست أنت قلت أنه لا يجوز الشتم في المناظرة؟ أنه خالف القواعد؟ هذا نعم. أسلوب المحروم نعم. المحرج أستاذ صالحين بأدام استقدم الكلمة يخص على شخصي مثل كذاب أنا أعتذر أنا أعتذر أنا خاطئ ولكن إقرأ ولكن إقرأ نعم فأستاذ صالحين يطلب منك تقرأ على المعروض كان في بلغة سريانية تفضل يا حسين شكرا أبدأ الوقت المعروض في اللغة السريانية هذا هو أنا عرضت هذا على أساتذة يقرؤون اللغة السريانية وهم أكدوا ذلك وأخذت وسألت بطريكية النفس البطريكية السريانية وسألتهم عن هذا النص فأجابوني بأن هذا النص هو سورة الفاتحة المذكورة وأدلة أخرى على إثبات كلامي أيضا من الواقع حتى أنت تقول أنه مثلا تتهم أنها غير محققة أنا أعطيك من الواقع أيضا تعال في حديث لدينا دليل قاطع أن نبي الإسلام لم يكن يعرف سورة الفاتحة كما ادعيت أنت أنه كان يعرفها سلايد 3 يقول أقدم مخطوطة قرآنية توجد فيها سورة الفاتحة هي مخطوطة صنعاء اللي مكتوبة DAM01 شارحة 25.1 ومخطوطة صنعاء كتبت بعد 300 سنة من محمد فهذا دليل أن المسلمين اقتبسوها وسرقوها من مسيحيي العراق وسوريا ودول الشام بعد احتلالهم لهذه البلدان وإليكم الدليل أن محمدا أصلا لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ولا الفاتحة عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الراوي أنس بن مالك المحدث مسلم صحيح مسلم حديث 399 خلاصة حكم المحدث الصحيح أخرجه البخاري حديث 743 ومسلم حديث 399 فمحمد وأبي بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يقرأوا سورة الفاتحة لم يذكر علي بهذا الوقت تعرفون لماذا؟ لأن علي نقل الخلافة إلى العراق فأكيد بزمنه قد سرقت من المسيحي والدليل على ذلك نأتي
والآن وإلى الآن أجزاء من سورة الفاتحة تقرأ في كنائس العراق إلى الآن. كنيسة المشرق الكردانية والآشورية تشترك بهذا الكتاب. كل كنائس العراق الكاثوليكية والمشرقية يقولون في الصلاة شمت آلهة رحمانة ومرحمانة شمت آوى حنانة وورم رحمانة والروحة قدشة مرحبانة بسم الله الحنان والابن الرحمن والروح الرحيم. هذه في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الأبي الحنان والابن الرحمن والروح الرحيم الملك الموجود قبل كل العالمين. هذا كتاب الحذرة للصلوات الطقسية في الكنيسة الكلدانية والآشورية 300 صفحة 339 وفي الطبعة عبر الانترنت 375. طل اظهر بيكتشر سلايد 3 براذر ويبي بيكتشرز. هذا الكلام والكتاب من عبر الانترنت الصفحة ب 375 والكتاب الورقي 339. الحذرة يحتوي على كل الصلوات الطقسية الخاصة بالأيام العادية وأيام الآحاد والأعياد على مدار سنة كاملة. وبدأ آباء الكنيسة بتأليف هذه الصلوات من القرن الأول الميلادي، وبعد اكتمال تأليف هذه الصلوات جمعها البطريرك إيشو عياب الثالث ما بين 580 إلى 659 في كتاب الصلوات الطقسية الحذرة. يعني شنو في الزمن الذي ظهر فيه محمد أقل من عنده أقدم من محمد ببضع سنين. فهذا يثبت أن المسلمين لما دخلوا العراق أخذوا هذه منهم، ومحمد لم يكن يقرأ سورة الفاتحة، ومن صحيح البخاري ومسلم أعطيتك الدليل. فهنا السؤال وأعطيتك هذه ولا يوجد فيديو Brother Wavy please video. هذا صورة الكتاب سورة الصلوات. والكنيسة الكلدانية الكاثوليكية كتاب صلوات الصباح والمساء مقتبسة من الطقس الكلداني للقس لويس ساكو الأب للكلدان الكاثوليك. صفحة 188 صلاة الختام يقول أيها الرحمن الرحيم، هذا الكتاب أمامكم الأبيض مكتوب عليه صلوات الصباح والمساء، أمامك النص مكتوب أيها الرحمن الرحيم، وهذا الدليل على كتاب آخر، هذا ليس كتاب الحذرة. هذا الدليل أمامك واضح، فمن أين أخذ الرحمن الرحيم ولم يكن يقرأها محمد؟ وكذلك الكتاب من موقع البطريركية الكلدانية عبر الانترنت، هذا الكتاب ايضا من الموقع عبر الانترنت. فالاستاذ صلاح الدين ارجع اسئلك للاسئله اللي طرحتها انا بالمداخله الاولى، لماذا لم تجب على اسئلتي في المداخله الاولى؟ كيف ابن عباس يتبع القران بالشعر اذا ضاع منه؟ لماذا لم تجيب؟ ماذا يفعل محمد بتعلم اللغه السريانيه والعبريه؟ لماذا كان يامر زيد بتعلم الانجيل؟ الكتاب الابيض وايت بوك بليز براذر ويبي وايت بوك وايت بوك. فهنا سألتك أسئلة من بداية المداخلة، لماذا لم تجب عليها يا أستاذ؟ تفضل يا أستاذ الوقت أمامك. هذا الكتاب أمامكم الكتاب أيها الرحمن الرحيم. طيب هذا يقول ألفها القساوسة، طيب بما أنه لم يؤلفها الإنجيل فكيف الله يسرق من القساوسة إذا كان القرآن من عند الله؟ كيف وكلمة أيها الرحمن الرحيم كتبها القساوسة؟ فكيف الله يأخذها من القساوس؟ ألم يقول لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل القرآن؟ فكيف يأخذ هو من القساوس ويختبس منه؟ من حقق هذه المخطوطات؟ أجب. تمام. هل يحقق هذه المخطوطات هو العالم في اللغات السريانية، هو العالم ريتشارد جوثل في كتابه مخطوطات السريانية وأسطورة بحيرة في السريان. كتابه هذا أكد فيه هذه الأدلة وعرض مخطوطات، خلينا نقرأ من ضمنها. المخطوطات التي فيها كلام الراهب بحيرة إلى الراهب يشوع بن مرهب، وإنه سلايد وين براذر ويبي كتب هذه المخطوطات كما سمعها من فم بحيرة نفسه الراهب المرهب، فقد أقام مع بحيرة أسبوعا. المخطوطات تحمل رقم سجول 10، وجود هذه الوثائق والأماكن المحفوظة فيها هي مكتبة باريس الدولية وجوثة في ألمانيا والفاتيكان. المخطوطة الثانية موجودة في قسم المخطوطات بجامعة بيرمنغهام في المخطوطات السريانية المعرفة مينغن ميس رقم 107،
قام بدراسة هذه المخطوطات وقدم بحث بها وحقق منها وأكدها كل من العالم ريتشارد جوثيل من عام 1898 إلى عام 1901 في لمدة تقريبا 4 سنوات. قام بدراسة خاصة عن قصة بحيرة ومحمد في 4 مقالات نشرها في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 تحت عنوان A Christian Bahira Legend أو Legend، وقدم بها رسالة ماجستير الدكتور عبد الأحد مالكي شابو بعنوان الراهب بحيرة حسب التراث المسيحي، وأشرف على هذه الرسالة الدكتور ديفيد كير مدير مركز الدراسات المسيحية الإسلامية في جامعة والعلاقات الإسلامية المسيحية في جامعة برمنغهام، والدكتور جورج ويلسون والأستاذ حسان سكاري أساتذة مركز الدراسات الإسلامية في جامعة برمنغهام. في صفحة 89 من الرسالة التي قدم بها ماجستير الأستاذ عبد الأحد مالكي شابو الراهب عبد الأحد مالكي شابو بيكتشر برينز برادر ويبي يس ذس صفحة 59 ذكر الباحث عبد الأحد شابو في رسالة الماجستير من جامعة برمنغهام الوثيقة الأولى وهي مخطوطة سريانية اكتشفت في دير الزعفران جنوب شرق تركيا مع هذه المخطوطة اللي هي بصورة الفاتحة كلها أن بحيرة هو الذي كتبها لمحمد وفي مدينة ماردين التي كانت المقر السابع لبطريقة السريان الأرثوذكس. ترجمت المخطوطة إلى الإنجليزية صفحة 74 إلى 99 وترجم إلى العربية صفحة 140 إلى 149 من رسالة الماجستير للأستاذ عبد الأحد ملكي الشابو. في صفحة 140 كتب هذه المخطوطة راهب اسمه الراهب يشوع مرهب، وإنه كتب هذه المخطوطة كما سمعها من فم بحيرة نفسه، فقد أقام مع بحيرة أسبوعا. وفي يعني كيف بحيرة قال له أنه أنا علمت محمد الثالوث وعلمت الصلاة وعلمت سورة الفاتحة وعلمت كل شيء، لكن هو ماذا فعل؟ هو أصبح عنده جيش وأصبحت عنده أموال، انحرف عن عقيدته النصرانية وأسس دينا جديدا، فلذلك انقلب بحيرة ولم يبقى يعلم محمد. فهنا يقول يذكر الكاتب أن بحيرة أخبره كيف ذهب إلى قفر يثرب عند الإسماعيليين وقال بحيرة إن العرب كانوا يسجدون لصنم يسمى الله أكبر. وفي ذات الصفحة يخبره بحيرة إنه هو الذي كتب القرآن لمحمد.